النهارده واقفين هنا قدام وزاره الزراعه علشان نوصل رساله في موضوع الزراعه اللي هي دلوقتي بقينا في وجود في تواجد متزايد في مصر للبذور اللي هي المهجنه والمعدله وراثيا. فاحنا تحديدا النهارده في موقف احنا واخدينه مش بس في مصر، في دول كتيره حوالين العالم ضد شركه مونسانتو. تحديدا شركه مونسانتو من اكبر الشركات دوليا اللي بتنتج البذور المعدله وراثيا والبذور المهجنه والمبيدات والاسمده اللي هي البذور دي لازم تتزرع بيها واللي هي بتدمر البيئه. هو التنين دلوقتي ممكن يكون بيمثل شركة مونسانتو اللي هي بتحتكر الحقوق اللي باتنز على البذور الذرة في العالم وبذور تانية. مونسانتو التنين بياكل الذرة بتاعت العالم وهيحط مكانها الذرة بتاعته. من ناحيه الفلاح فهو طبعا لما بيحصل بقى احتكار في السوق الفلاح الصغير ملوش فرصه في ان هو يعرف يتصدى لقوه الشركات الدوليه دي اللي بتيجي تبقى عندها مساحات اراضي كبيره جدا بتتحكم فيها، والفلاح الصغير ملوش فرصه في السوق. يا فلاح صون ارضك، يا فلاح صون ارضك، مونسانتو هتخرب ارضك، مونسانتو هتخرب ارضك. القضية الأساسية هو إن إحنا ضد البذور المحورة وراثيا إنها تخش البلد. البذور دي بتتصنع في معامل لاستخراج جين من كائن بتحطه في كائن آخر. في بعض الدراسات ابتدت تشير إلى إن لها أضرار، فاللي إحنا بنقوله إنه ده ما اتدرسش بشكل كافي، وعاوزين فعاوزين نمنع البذور إنها تخش تماما. ما تمش دراستها بشكل كافي، فاحنا ما نعرفش. فازاي نعمل يعني كاننا احنا المعمل يعني، او احنا بتعمل علينا التجارب دي كبني ادمين لغايه ما تثبت انها ملهاش قطعا اي اضرار، يبقى لازم نمنعها. وفي دول كتير عملت كده.